بعد الهجمة السوداء الذي ألمت بالمحافظة وتدمير منشآت النادي ومنشآت الأندية الرياضية الأخرى، تسعى الهيئة الإدارية لإكمال هذه المنشآت لكون النادي يضم هيئة عامة تقدر بالمئات بل بالآلاف، وهذول الشباب يعني أسع مثلا العطلة الصيفية وين يلتجون؟ يلتجون للمسابح، يلتجون للأندية الرياضية لسد مثل ما يقول فراغ اللي يشغلوه. فأحنا الهيئة الإدارية، يعني باسم الهيئة الإدارية أوجه هذا التوجيه مثل ما يقول أو الطلب إلى مجلس المحافظة وإلى اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية وإلى وزارة الشباب بأن يسعون إلى تخصيص ميزانية، وخصوصا مجلس المحافظة، تخصيص ميزانية لإكمال هذه المنشآت، حتى مثل ما يقول احنا، لأن هسه احنا ماكو أي إيراد للنادي، تحتاج مبالغ تقريبا، احنا إذا جانا 200 مليون أو 300 مليون كل نادي، الأندية تقريبا بحدود 15 نادي عاملة في المحافظة، وخصوصا نادي الفتوة الرياضي اللي يضم ما يقارب 17 لعبة، واحنا عم نمثل العراق برياضة رفع الأثقال وكرة اليد والرماية والجمباز وكرة القدم والخماسي، القاعة الداخلية للقاعة متعددة الأغراض هذه مقصوفة، قاعة الجمباز اللي كانت تضم خيرة أبطال العراق في رياضة الجمباز، قاعة الخماسي، قاعة كمال الأجسام، هذه القاعة اللي تشوفوها خرجت أبطال عالميين وأولمبيين برياضة رفع الأثقال، يعني مشهورين على المستوى العالمي والأولمبي. ترى هاي احنا من الجهود الذاتية للهيئة الإدارية اللي بنيناها، ما حد صرف ترى لا محافظة ولا أي جهة من الجهات، حتى منظمات المجتمع المدني والمنظمات الأخرى ما حد ساهم. في كرة اليد عندنا أبطال يشاركون غرب آسيا وأندية عربية، بس ماكو إمكانية، منين تجيب؟ يلا تلتجئ للمحافظة، المحافظة ما يقول لك ما عندي. اللجنة الأولمبية ميزة نثرية ما عندهم، أريد أشتري كتب ما عندنا، أنا رئيس اتحاد الأثقال وعضو هيئة إدارية بالنادي وكنت عضو اتحاد مركزي، يعني مأساة. كنا 90 91 92 93 نادي الفتوة يحصل على المركز الثاني الثالث فرقيا على العراق كله، يعني بحيث كان يشارك تقريبا 40 50 نادي كان يشارك، كنا نحفز المركز الثاني او الثالث على مستوى العراق، كان عندنا ابطال معروفين على مستوى العراق، وحيد، مهند، محمد دالوب، محمد عيسى، ياسر، يعني ابطال كثير كان عندنا، احمد ذنون كان الخط الاول، يعني كان يمثل العراق كمنتخب، هو كان بس ناديين يمثل الموصل، نادي فتوه ونادي، بس هسه حاليا الاتحاد دور ضعيف بالموصل، يعني دعم ماكو. احنا خيره ابطال، يعني عندنا بطل شارك بطوله العراق المفتوحه بالسليمانيه احفز المرتبه الاول من الموصل، عندنا ابطال بس دعم ماكو، ولهذا شوف اللعبه مرت عندنا داخل الموصل. والله استاذ تعبانه، داخل القاعه ما جمباز مشتعله وراحت انتهت بالاحداث، انسرقت ادواتها هي ولا التكواندو ولا كل شيء. رفع الاثقال استاذ والله شويه تعبانه يعوزه، يعني يراد له كثير دعم. يعني نحن الالعاب الفرقيه والفرديه تعباني مدينه الموصل بشكل، نحن كنا يعني قبل نقول الابطال كانوا ما شاء الله على العالم، تمام استاذ؟ فقاعه الرباعين روح شوف استاذ ما يجون، لان دعم ذاتي، وهذا يراد له مصرف، يعني هي اللعبه كلها يراد له مصرف، من الحديد اذا الرباعين. ايش طلب من وزير الرياضه والشباب؟ والله ان يلتفتون شوي على الرياضه خاصه بالموصل، يعني بشكل تعبانه.